سوريا قبل التدخل المباشر، تدخل أمريكي المباشر، لم تكن تعاني من مشكلة مجموعات أو تنظيمات جهادية، وإنما كانت عبارة عن لنقل حوادث فردية، وعلى مدى يعني 4-5 سنوات مرة وكان يتم السيطرة عليها. اليوم هذا الوضع تفشى، وبالتالي هذه المعركة، هذه الحرب فشلت بالمطلق. 2015年，美国以打击极端组织为由正式出兵叙利亚。 随后，同期支持的反政府武装控制了叙利亚东北部大片土地。卡萨吉恩表示，反恐并不是美国出兵叙利亚的真正目的，其意图在于平衡俄罗斯、伊朗、土耳其在叙利亚的影响力，增加美国在叙利亚问题上的话语权。 المقاتلين أو المسلحين الذين ينضمون لهذا التنظيم من الحدود العراقية ومن الحدود السورية، يعني محاولة المسك بورقة الملف السوري في المفاوضات مع روسيا، في المفاوضات مع إيران، في المفاوضات حتى في الضغط على تركيا. يعني هذا الوجود السياسي العسكري الأمريكي في الأزمة السورية هو الذي جعل الكلمة العليا